حياكم الله. بجرة قلم جرى الرئيس الأمريكي علاقات بلاده مع روسيا إلى مستوى خطير للغاية، هو الأدنى على الإطلاق. هذا التقييم للمفارقة صادر عن ترامب ذاته الذي وقع مكرها كما يبدو بعد أن حاصره الكونغرس بقانون نال التصويت عليه أغلبية ساحقة، قانون وصفه ترامب بالمعيب والذي يحوي عناصر غير دستورية بشكل واضح. أما الروس فاعتبروه حربا تجارية شاملة ضدهم وإنهاء لأي آمال بتحسين العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة. الأوروبيون أيضا أبدوا استعدادهم للرد على العقوبات الأمريكية إن تضررت شركاتهم الأوروبية في روسيا. قانون الكونغرس لا يبدو رسالة للأعداء في الخارج فقط، بل لإدارة ترامب التي تحوم حولها الشبهات والفضائح بعلاقاتها الودية مع الروس. في محورنا الثاني، جذبت أعلام هيئة تحرير الشام الإعلام إلى مدينة إدلب وريفها، يتساءل من هم في الداخل، ماذا يحضر لهم من في الخارج، ومن في الخارج يوجهون رسائل للداخل فيها تحذير بضرورة الابتعاد عن هيئة تحرير الشام وتلويح بتحرك عسكري دولي نحو المدينة. هذه الرسالة جاءت من واشنطن غامضة، تفتح الباب أمام احتمالات عدة للتعامل مع المشهد القائم في إدلب. دائما الحديث يتم والتفاصيل. أهلا بكم. أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن علاقة بلاده مع روسيا وصلت إلى مستوى خطير للغاية بسبب قانون العقوبات الذي وقع عليه وأقره الكونغرس من قبل. ووصف رئيس الوزراء الروسي العقوبات بأنها أشبه بحرب تجارية شاملة ضد روسيا. إلى التفاصيل. توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه المرة كان كفيلا بأن يكون شهادة وفاة لآمال تحسن العلاقات بين روسيا والإدارة الأمريكية الجديدة. توصيف عبر رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف عن عقوبات أمريكية جديدة على بلاده، معتبرا وعبر حسابه على تويتر أنها بددت آمال روسيا بتحسن العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة، مضيفا أن هذه الإجراءات هي بمثابة حرب تجارية فعلية وشاملة على روسيا. الجانب الروسي وعلى حجم خيبته اعتبر أن توقيع الرئيس دونالد ترامب على قانون العقوبات أظهر عجز إدارة ترامب التام في تسليم الصلاحيات التنفيذية بالطريقة الأكثر إذلالاً إلى الكونغرس، وأن هذا الأمر يغير توازن القوى في الدوائر السياسية الأمريكية. الخارجية الروسية كذلك لم تكن بأحسن حالا حيث نددت بالعقوبات، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر نهجا سياسيا قصير النظر يهدد بتقويض الاستقرار العالمي، مهددة بأن لن تدع الأعمال العدائية من دون رد بحسب زعمها. وكان ترامب قد صادق على قانون العقوبات الجديدة ضد روسيا مذعنا لضغوط الكونغرس، لكنه سارع إلى النأي بنفسه من النص الذي تشوبه عيوب كبرى رآها كفيلة بنسف الجهود لتحسين العلاقات السيئة مع موسكو، لافتا في بيان للبيت الأبيض أنه أقر القانون لفرض إجراءات قاسية لمعاقبة وردع التصرفات السيئة للأنظمة الفاسدة في طهران وكوريا الشمالية. إذن العلاقات بين واشنطن وموسكو تمر بأسوأ مراحلها منذ انتهاء الحرب الباردة في ظل تنامي خصومات الجانبين في العديد من الملفات، وذلك بحسب وزارة الخارجية الأمريكية، حيث حذر وزيرها ريكس تيلرسون من احتمال أن تزداد علاقات البلدين سوءاً، قائلا إن قرار الكونغرس بتمرير مشروع قانون العقوبات على روسيا جعل محاولات إذابة الجليد بين البلدين أكثر صعوبة. أناقش هذا الملف مع ضيوفي من واشنطن دكتور إدموند غريبة الأكاديمي والخبير في الشؤون الأمريكية. مساء الخير دكتور إدموند، وكذلك الدكتور أشرف الصباغ الخبير في الشأن الروسي ضيفي من القاهرة. مساء الخير دكتور الصباغ. سينضم إلينا عادل درويش صحفي في جريدة ديلي ميل البريطانية من لندن. أهلا بكم ضيوفي الأكارم. سأبدأ معك دكتور إدموند، قرار الكونغرس ألا تلاحظ بأنه رسالة إلى ترامب قبل أن يكون رسالة إلى الروس؟
بدون شك هو طبعا رسالة إلى الروس أيضا، ولكنه رسالة قاسية إلى الرئيس الأمريكي، لأنه نزع من عدد من صلاحياته. فالرئيس حسب الدستور الأمريكي وحسب التفاهمات والتقاليد هو الشخص الذي يدير دفة السياسة الخارجية وليس الكونغرس. الكونغرس طبعا لديه صلاحيات، لديه تأثير، هو الذي يسن القوانين، هو الذي يتبنى الموازنة ويصوت على الموازنة سنوية، ولديه أيضا تأثير في عندما بالنسبة لعدد من القضايا. ولكن بالنسبة لهذا القرار فأنه بدون شك أن الكونغرس الأمريكي، وهنا رأينا غالبية ساحقة من ليس فقط من الديمقراطيين الذين يتهموا الرئيس ترامب بالتواطؤ مع الروس خلال الحملة الانتخابية لهزيمة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، بل رأينا أيضا عدد من كبير من الجمهوريين وخاصة من قاد الحملة كانوا من صقور الجمهوريين الذين لديهم مواقف عدائية لروسيا، والذين لا يزالوا إلى حد ما يعيشوا في أجواء الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتي، وكأنه لم يحدث أي شيء. حتى أن أحد أعضاء الكونغرس البارزين عندما كان يتحدث عن العقوبات كان يتحدث مرة عن العقوبات على الاتحاد السوفيتي بينما كان يقصد روسيا، وبالتالي فأن هناك هذه العقلية أيضا الموجودة. إذن هذا الأمر يشكل ضربة للرئيس ترامب لمصداقيته، لقدرته على إدارة دفة السياسة الخارجية، ويبعث برسالة أنه غير قادر حتى الآن على كبح جماح الكونغرس. ماشي. دكتور صباغ، بالمقابل روسيا نلاحظ أنها متعاطفة مع الرئيس الأمريكي ترامب شخصيا، لكنها لها علاقاتها مع الإدارة الأمريكية. الآن هل تفرق روسيا بين ترامب كرئيس وبين الولايات المتحدة الأمريكية كخصم؟ أعتقد أن هذا هو بالفعل الحاصل، بأن موسكو تفرق ما بين الإدارة الأمريكية وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أن هذا خطأ مأساوي قبل أن يكون خطأ سياسي، لأننا عندما نقلص ونقلل من قيمة الخلافات والصراعات بين المصالح الكبرى الخاصة بالدول الكبرى ونعتبرها فقط أن هناك تيارات معادية في الولايات المتحدة لروسيا أو أنها تعادي روسيا، أعتقد أن هنا عدم دقة في التحديد وعدم دقة في التقدير قد تقود في وقت لاحق إلى رفع الأسقف بشكل أسقف التوقعات والتحليلات على ما أظن. نعم. إلى آفاق غير صحيحة وغير دقيقة تؤدي بدورها أيضا إلى مشاكل في الحقيقة، مشاكل سياسية كبرى. المسألة والصراع بين موسكو وواشنطن هو صراع مصالح بالدرجة الأولى، والسياسة الكبرى لا تحتمل حب أو كراهية أو معاداة بالمعنى التي تصفوها به سواء الإدارة الروسية أو وسائل الإعلام الروسية أو حتى وسائل الإعلام التي ترى أو تفرق ما بين إدارة ترامب وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه في كل الأحوال وبصرف النظر عن الخلافات الداخلية في الولايات المتحدة بشأن الانتخابات وترامب وكلينتون وما إلى ذلك، بصرف النظر عن كل هذا فالسياسة الخارجية الأمريكية تنطلق مبدئيا وبشكل حصري من مصالح الولايات المتحدة، وأعتقد أن الكونغرس الأمريكي بمجلسيه لا يقف ضد المصالح الأمريكية، وأيضا إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تقف ضد المصالح الأمريكية، ولكن لكل رؤيته وآلياته. وفي الحقيقة أنا مندهش جدا من سواء الساسة أو إدارات الدول أو حتى وسائل الإعلام والمحللين السياسيين عندما يتحدثون عن أن ترامب هو المتصرف الوحيد وهو الذي يدير الدفة وهو قائد المركب الوحيد. طيب ماشي. الدولة الأمريكية هي دولة دولة ليس فقط مؤسسات، وإنما هي مؤسسة بشكل كامل. يعني هذا الحديث صحيح،
دكتور صباغ، هذا الحديث صحيح، لكن إذا تكرمت يعني إذا في مجال تقرب المايك قليل حتى يوصل صوتك أكثر وضوح. بالمقابل دكتور إدموند، هناك من يتساءل طيب ترامب كان قادر على عدم التوقيع، لماذا قام بالتوقيع؟ هل هناك فعلا انقسام بين في المؤسسات الأمريكية بالبيت الأبيض والكونغرس؟ بدون شك هناك، أولا هناك خلافات سياسية كبيرة بين المؤسسة السياسية في واشنطن، بين النخب السياسية في الولايات المتحدة التي ترى بأن دونالد ترامب ليس الشخص المناسب لتسلم رئاسة الولايات المتحدة، وعارضته، خاصة جاءت المعارضة في البداية من حتى من الجمهوريين عندما هزم 16 مرشحا جمهوريا كانوا يعتبرون هم من أفضل المرشحين الجمهوريين على الأقل بالنسبة للقوى التقليدية في الولايات المتحدة. ثم بعد ذلك بدأنا نرى الهجمات عليه من اليوم الأول. عادة الرئيس الأمريكي هناك مرحلة شهر عسل قد تمتد لثلاثة أشهر أو أربعة أشهر أو ستة أشهر بينه وبين الكونغرس، وخاصة بين الجمهوريين والديمقراطيين، ولكن هذا لم يحدث على الإطلاق. منذ اليوم الأول بدأنا نرى هجمات على الرئيس ترامب لأنه كان ينظر إليه على أنه رجل غير كفو، وأهم من ذلك أن ترامب هدد خلال الحملة الانتخابية بأنه سيجفف المستنقع في واشنطن، ولكن ما نراه الآن هو أن هذا المستنقع بدأ يجر ترامب إليه، وبالتالي فإن هناك هذا البعد، هذا الجانب. الأمر الآخر هو أنه أيضا بالنسبة بالتحديد لموضوع لماذا وقع على هذا القانون أو مشروع القانون، ذلك لأن أجبر على ذلك، بمعنى أنه كان هناك فقط صوتان في مجلس الشيوخ من أصل 100 هم الذين عارضوا هذا القرار، مشروع القانون، وكان هناك ثلاثة أصوات فقط من أصل مئات من أعضاء مجلس النواب الذين صوتوا ضد هذا القانون. لكي يتم ليستخدم، إذا أراد الرئيس أن يستخدم الفيتو، فعليه أن أولا يقول أنني لن أصادق على هذا القانون، وعندئذ يعود هذا القانون إلى الكونغرس والكونغرس يصوت. إذا كان لدى الكونغرس ثلثي الأغلبية بالثلثي الأعضاء فأنه بإمكانهم إفشال الفيتو الرئاسي، وهذا ما كان يخشى منه الرئيس ترامب. هذا من ناحية. الناحية الأخرى أيضا هو أن هناك على الرغم من الخلافات بين ترامب والكونغرس وخاصة القوى السياسية مثل المحافظين الجدد والليبراليين الجدد المعارضين وبقوة لسياسات ترامب، أنه بغض النظر عن هذه المسائل فهناك أيضا قضايا أخرى مهمة جدا، هي أن الرئيس ترامب يعتبر بأن ما يجري إلى حد كبير هو محاولة لتقويض صلاحياته الدستورية. هنا نتحدث عن الصلاحيات الدستورية كمدير دفة السياسة الخارجية، وطبعا في نفس الوقت صحيح أن المؤسسات كلها تشارك في صنع القرار، ولكن في نفس الوقت فأن الرئيس الأمريكي يشعر بأن صلاحياته مهددة، ولذلك قرر إصدار هذه التغريدة. وكذلك وزير خارجيته تيلرسون أعطى مؤتمرا صحفيا عبر فيه عن استيائه وانزعاجه من قرار الكونغرس، وقال أنه لا هو ولا الرئيس كانوا سعداء بهذا القرار. نعم، وتحدثوا من أجل الوحدة الوطنية أو ما إلى ذلك قام بالتوقيع على هذا القرار. طيب دكتور صباغ، الدكتور إدموند تحدث بنقطة مهمة جدا، وتحدث بها أيضا رئيس الوزراء الروسي ميدفيديف عندما قال بأنه هدف العقوبات النهائي هو عزل ترامب عن السلطة. على أي أساس وصل إلى هذه النتيجة؟ يعني أنا شخصيا على المستوى الشخصي وعلى مستوى المحلل السياسي والمراقب السياسي مندهش جدا من هذا التصريح، وهو حرص الإدارة الروسية على صحة ترامب السياسية وعلى حياة ومستقبل ترامب السياسية، وهذا أمر مثير للدهشة في الحقيقة، لأنه في نهاية المطاف كان روسيا دولة مستقلة وذات سيادة
فالولايات المتحدة دولة مستقلة وذات سيادة ولها مصالحها ونفوذها، كما لروسيا أيضا مصالحها ونفوذها. فتصريح مثل هذا هو يهدف بالدرجة الأولى لنتائج أخرى تماما غير تلك التي نتوقعها. ولكن من أين أيضا تنبأت الإدارة الروسية بأن ترامب لن يوقع مثل هذه التوصيات من أو مشروع القانون الصادر عن مجلس النواب؟ وسائل الإعلام الروسية والإدارة السياسية الروسية كانت أيضا تماطل كثيرا وتصدر تصريحات مطاطة ولها أكثر من وجه بهذا الشأن. أنا لأول مرة في تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، سواء كانت السوفيتية أو روسيا الاتحادية، أسمع مثل هذه التصريحات المثيرة للدهشة، وهي حرص الإدارة الروسية على مستقبل ترامب السياسي. في الحقيقة المسألة ليست مسألة عزل ترامب، لأن الرئيس الأمريكي يخضع لمواثيق ويخضع لدستور، والمؤسسات الأمريكية تلتزم أيضا بهذا الدستور، وهناك توزيع سلطات وهناك توزيع قوى ما بين هذه المؤسسات. وبالتالي الرئيس ترامب أعتقد أن الخلافات لم تصل بين البيت الأبيض وبين الكونغرس بمجلسيه إلى الخط الأحمر الذي قد يستخدم ترامب على أساسه الفيتو، أو يقوم الكونغرس بانقلاب ناعم، وأنا أقصد هنا ليس انقلابات الدول الاستبدادية ودول العالم الثالث، ولكن هذا الانقلاب النوعي قد تتحدد مبادئه أو أسسه فيما بعد. ولكن أعتقد أن الأمور لم تصل إلى هذا الخط الأحمر، لأن للولايات المتحدة بكل مؤسساتها مصالحها في خطوط عريضة لا تحيد عنه. سأتي لهذه النقطة عواشر خصوص دكتور أشرف، لكن اسمح لي أذهب إلى ضيفي الأستاذ عادل درويش، صحفي في جريدة ديلي ميل البريطانية، ضيف من لندن انضم إلينا الآن. أهلا بك أستاذ عادل درويش. العقوبات الأمريكية استهدفت شركات أوروبية تعمل في روسيا، المفوضية الأوروبية تحدثت بأنها مستعدة للرد عليها إن أضرت بشركاتها. ردود فعلها كان بهذا الشكل، لكن على الواقع سيبقى تصريح أم ماذا؟ ما بإمكانهم أن يقوموا بالرد عليه؟ هذا الموضوع يدور وسير منذ تقريبا 10 أيام أو أكثر الآن، لأن حتى قبل أن يوقع الرئيس ترامب العقوبات ويحولها إلى قانون، هناك انقسام داخل أوروبا حول هذا الموضوع. هناك بلدان كانت في المعسكر الشرقي السابق ربما أكثر تحديا وأكثر قسوة في التعامل مع روسيا، لكن هناك قضيتين: قضية ما تعلق بالطاقة والشركات الألمانية المستفيدة من الطاقة الروسية وما إلى ذلك، وشركات أخرى العقوبات عليها ستضر أشد الضرر بمصالحها في عدة بلدان أوروبية وليس في بلد أوروبي واحد، يعني وأكثرها شركات ألمانية. وهذه الشركات طلبت، بل أن حتى أصوات من أساس الألمان طلبوا من أوروبا أن تكون تطلب إيضاحات من الولايات المتحدة الأمريكية، ماذا ستستفيد أوروبا من هذا الضرر؟ ما يجب أن ننظر إليه أيضا أنها قضية داخلية أمريكية، مسألة شيطنة روسيا في أمريكا، هذه المقصود بها الإضرار والنيل من الرئيس ترامب ومحاولة التخلص منه قبل الانتخابات. فستستمر هذه المسألة في شيطنة روسيا وفرض العقوبات على روسيا، والكرة صحيح أنها في الملعب الأوروبي بالنسبة للشركات الأوروبية، لكن الاتحاد الأوروبي منقسم على نفسه في بس اسمح لي استاذ عادل حماية هذه الشركات. الآن هذه الشركات تطالب توضيحات من الإدارة الأمريكية، لكن السؤال الأهم من ذلك: لا يوجد تنسيق قبل فرض مثل هذه العقوبات على روسيا والشركات التي تعمل مع روسيا، أم بأن الولايات المتحدة الأمريكية اعتبرت كل ما يجري في الاتحاد الأوروبي هو تابع لسياساتها وهو محمي بغطائها؟ هو من ناحية مسألة المظلة الأمريكية لأوروبا
رحلة الرئيس ترامب الأخيرة. أنا كنت مع رئيس الوزراء عندما ذهبنا إلى ألمانيا وذهبنا إلى المؤتمر هناك، أن الرئيس ترامب يذكرهم بهذا. لكن القضية هنا أن أعتقد أن الكونغرس في تسرعه واندفاعه لفرض هذه العقوبات، وهي كما قلت هي قضية أمريكية داخلية، لم يعطوا حسابات كثيرة للسياسة الخارجية. لا تنسى أن في عهد الرئيس ترامب السياسة الخارجية غير واضحة ومتخبطة، وأقول أنه لا يوجد تنسيق مع أوروبا من ناحية. من ناحية أخرى هو الانقسام داخل أوروبا، حتى يعني الكتلة الشرقية السابقة والكتلة القديمة. بريطانيا ستقف دائما مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن في النهاية هناك مصالح أساسية في هذه الشركات، لأن هذا يضر بالسوق الأوروبية الموحدة ويضر بالاستثمارات الأوروبية. طيب دكتور أدموند، الآن السؤال الأهم من ذلك، أنه ترامب تحدث بأنه وصلت العلاقات مع روسيا لمستوى خطير متدني. طيب ماذا سيترتب بعد هذا التصريح؟ أعتقد فعلا أعتقد أن هناك قلق في بعض الدوائر الأمريكية. كيسنجر مثلا كتب مقالا أو ألقى محاضرة وتركز فيها، قال أن الولايات المتحدة، وهنا يقصد المؤسسة بكاملها، الرئيس والأطراف الأخرى التي تساهم في صنع القرار، تتحرك في مجال السياسة الخارجية بدون أن يكون هناك خطة استراتيجية واضحة للولايات المتحدة. وبالتالي فأن هناك الكثير من الانتقادات التي بدأنا نسمعها من عدد من كبار الدبلوماسيين، السفراء، الوزراء، بعض الوزراء السابقين. وبالتالي فأن وهؤلاء يحذرون من أنه يجب عدم الذهاب بعيدا في الدخول في هذا الصراع مع موسكو أو فتح معركة مع موسكو، لأن هذا سيؤثر على مصالح الولايات المتحدة وطبعا ستكون مؤلمة لروسيا. ولكن البعض بدأ يحذر أيضا مما كنت تتحدث به مع الأستاذ عادل، وهي نقطة مهمة. أولا هناك البعد الداخلي لهذه الأزمة، الصراع الداخلي، ولكن هناك أيضا ربما قد يكون هناك توافق جمهوري ديمقراطي على أن الدول الأوروبية يجب أن تعتمد على الغاز الأمريكي بدلا من اعتمادها على الغاز الروسي. ولذلك كانت هناك هذه العقوبات الثانوية على شركات ضخمة تعمل مع الروس لبناء خط نورد ستريم، وأيضا لبناء الخط عبر تركيا مع تركيا، وبالإضافة إلى ذلك منشآت لتكرير أو للغاز المسال في خليج فنلندا. وهذه تشمل شركات ضخمة مثل أنجلو داتش شيل، مثل إيني، مثل شركة وينترشول. هناك على الأقل خمس شركات ضخمة. ولم يكن كما سؤالك كان مهما جدا، هل كان هناك تشاور؟ لم يكن في البداية هناك تشاور، ولكن في بعد تبني مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ بدأنا نرى بعض التحرك من الأوروبيين، وتمت بعض التعديلات على هذا لكي يتفادوا ردود الفعل الأوروبية. الأوروبيين طبعا يبقى السؤال، هل هم، سؤالك أيضا مهم، هل هم تابعين للولايات المتحدة؟ في الماضي عندما كانت تأتي الأمور للتعامل مع الروس، معظم الدول الأوروبية كانت تابعة، وطبعا دول أوروبا الشرقية كما ذكر الأستاذ عادل لديها مواقف واضحة ومتشددة ومخاوف، لها مخاوف تاريخية، يجب أخذ ذلك أيضا بعين الاعتبار. ولكن هذه هي إحدى النقاط. أنا أعتقد أننا سنرى تعاون. وزير الخارجية كان يتحدث عن احتمال أنه سيكون هناك تعاون مستمر، وأنه تحدث قبل التوقيع الرئيس على القانون مع نظيره الروسي، وأنه سيلتقي به في نهاية هذا الأسبوع في مانيلا خلال اجتماع قمة آزيان. إذن ستكون هناك. سوريا ستكون أيضا هي ربما الميدان الذي سنرى فيه الاختبار فرص يعني دكتور سيؤثر ماشي دكتور أدموند الروسي. لكن الحديث كان عادة إذا كان هناك خلافات دبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لا ينعكس ذلك على كل الملفات. الآن تتحدث عن سوريا، إذن ستتغير المواقف، سيتغير كل الاتفاقات الروسية الأمريكية بعد فرض هذا العقوبات أم لا؟ يبدو أن الأمريكيين على الأقل حتى الآن يبدو أنهم راغبين
في الالتزام بالاتفاق بتخفيض منطقة التوتر في الجنوب السوري، وهذا تطور مهم. وكان هناك حديث من بعض المسؤولين الأمريكيين عن ربما إضافة منطقة أخرى في سوريا لمناطق خفض التوتر. إذا فعلا تم ذلك ورأينا استمرار هذا التعاون بين الدبلوماسيين الأمريكيين والروس في سوريا، فأن هذا فعلا يظهر على الأقل أنه لا تزال هناك رغبة في استمرار التعاون بين البلدين. ولكن كما فعلا أتفق مع الرؤية بأن هذه الأوضاع الآن هي قد وصلت إلى أدنى وأخطر مستوياتها. ماشي. دكتور أشرف، الآن ميدفيديف عندما يقول، ديمتري ميدفيديف عندما يقول بأنه هي إعلان حرب تجارية شاملة ضد روسيا، روسيا كانت ردة فعلها الأولى بأنها قامت تخفيض مستوى التمثيل الأمريكي، خفضت 755 دبلوماسي وعامل وفي السفارات فقط، ستكتفي بذلك؟ ماذا يقصد عندما يقول بأنه حرب تجارية شاملة ضد روسيا؟ ماذا بإمكان روسيا أن تقوم بالرد عليه إن كان تجاري أو إن كان عسكري؟ يعني هو مبدئيا في الحقيقة يجب أن نذكر عدة نقاط قبل أن نجيب على هذا السؤال، وهو أن هناك بالفعل تفاهمات أوروبية أمريكية على مسألة العقوبات، لأن العقوبات لا تخص الملف السوري وإنما تخص أوكرانيا وتخص ملف ما يتم وصفه بالتدخل في الانتخابات الأمريكية. وبالتالي هذه العقوبات الأمريكية عندما وقبل أن يوقع عليها الرئيس ترامب، قام الاتحاد الأوروبي بتمديد عقوباته ضد روسيا لمدة عام كامل، وهناك 5 دول من أصدقاء الاتحاد الأوروبي أيضا قامت بفرض عقوبات على روسيا. وهذا العامل مهم ويجب أن نأخذه في الحسبان لكي نتحدث عن تحديدات أو رؤية دقيقة لما يجري. مسألة الولايات المتحدة الأمريكية مصممة على طريقة العقوبات كإحدى الوسائل للتعامل مع روسيا في بعض الملفات، ولن تتراجع الولايات المتحدة بصرف النظر عن وجود ترامب في السلطة أو وجود ترامب خارج السلطة، لأن هذه العقوبات فرضت في إدارة أثناء وجود إدارة باراك أوباما، وعندما جاء دونالد ترامب وسع العقوبات في مرحلة وأضاف عقوبات جديدة في مرحلة أخرى، وقد يتم تمديد العقوبات بعد المواعيد المحددة، أي أن المشاكل قائمة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية فرضت 35 دبلوماسيا روسيا قبيل أو عشية رأس السنة، وأغلقت مقرين للبعثة الدبلوماسية الروسية. روسيا كانت تنتظر أن يفك ترامب كل هذا الحصار وأن يعمل ترامب لمصالح دولة روسيا الاتحادية، ولكن ترامب في الحقيقة هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وليس رئيس روسيا الاتحادية. روسيا عولت على تقديرات غير دقيقة أو عبر تقديرات غير دقيقة سواء سياسيا أو إعلاميا، ورفعت الأسقف لكي تضمن لنفسها مساحة للمناورة وتهاجم ترامب أو تهاجم الولايات المتحدة أو تدق الأسفين بين المؤسسات الأمريكية. ماشي ماشي. هذه النقطة، يعني روسيا دائما، سؤالك أستاذ عادل درويش، روسيا دائما ما تستخدم الدبلوماسية في الردود على أي عقوبات أو أي مفاوضات. الآن هل روسيا ستستفيد من فرض هذه العقوبات وأيضا من فرض العقوبات على الشركات الأوروبية العاملة في روسيا للتقارب الدبلوماسي بين الروس والاتحاد الأوروبي، أم بأنه الوضع معروف أن الاتحاد الأوروبي لصالح الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا أعتقد، أعتقد أن الروس يلعبون عدة أوراق، طبعا هي أوراقهم محدودة عما كانت عليه من قبل. مسألة أوكرانيا بالنسبة لهم قد يفاوضون على أوكرانيا، لكن مسألة إعادة القرم أعتقد خط أحمر. فيما يتعلق بالرد الدبلوماسي، بطرد الدبلوماسيين الذين أشار عليها الدكتور أوزمون، هي عندما طرد الأمريكان في نهاية عهد الرئيس أوباما الدبلوماسيين الروس، ظل بوتين صابرا ومهدئ الأوضاع إلى ذلك، لكن في النهاية عندما وضعه الكونغرس أمام الأمر الواقع كان هذا رد منه. أعتقد أن هذا هو يخاطب الرأي العام العالمي أكثر منه مما هو رد بالفعل يوجع
الولايات المتحدة الأمريكية، لكن ستبقى الورقة مع الانقسام الداخلي في الاتحاد الأوروبي والخطر اللي تعرض منه الشركات. النقطة اللي أشار إليها دكتور أزمون في غاية الأهمية، وهي أن الشركات تعي أن الأمر أكثر من مجرد فرض العقوبات على روسيا بقدر ما هو وضع موطئ قدم أو رأس جسر للغاز الأمريكي. لكن في النهاية مسألة تسرب الغاز والخسارة في نقل الغاز، كلما كان نقل الغاز لمكان أقرب كلما هو الأفضل اقتصاديا، لأن الخسارة في النقل تتجدد مع كل ميل يبعد. الشركات الأوروبية استثمرت في الأنابيب، استثمرت في نقل الغاز، ومسألة الغاز مسألة حيوية بالنسبة لها. وأعتقد أن هذا هي الورقة الأكبر في يد الروس الآن. شكرا لك أستاذ عادل الروش، صحفي في جريدة ديلي ميل البريطانية، ضيفي من لندن. شكرا موصول لك دكتور أشرف الصباغ، الخبير في الشأن الروسي، ضيفي من القاهرة. دكتور إدموند غريب، أرجو أن تبقى معي للحديث في المحور الثاني. فاصل أيها الأكارم.